الزمان خديما يا لفاخرهم. مداح الرسول صلى الله عليه وسلم. من مشاهير الشعراء المغاربة في عهد الموحدين أبو عمرو ميمون بن علي بن عبد الخالق الخطابي، عرفوه بلقب ابن خبازة نسبة إلى خاله الشاعر المشهور. إنه الشاعر المغربي المطبوع الذي أبهر الموحدين، وكان أنيساً لعدد من العلماء كابن طفيل وابن رشد. ولد ميمون الخطابي بفاس في سنة لم تذكرها كتب التاريخ. أخذ العلم على يد مجموعة من الفقهاء ناهلاً من معينهم مبادئ العلوم، ثم انتقل إلى الأندلس حيث واصل دراسته في كثير من مدنها كمالقة وبلنسية وغرناطة، لتعلو قيمته وتظهر براعته في علم الحديث والفقه والأدب والشعر وعلم العربية، حتى وصفه بعضهم بأنه من أكبر أعاجيب الدهر في النظم والنثر وإجادة اللغات. عاش ميمون الخطابي منتقلاً بين المغرب والأندلس، وقد عاصر عدة خلفاء موحدين كأبي يعقوب يوسف بن عبد المؤمن وأبي يوسف يعقوب المنصور وأبي العلاء إدريس المأمون. رسول براه الله من صفو نوره، وألبسه برادا من النور ضافيا، رسول براه الله من صفو نوره، رسول براه الله
من صفو نوره وألبسه وألبسه برادا من النور ضافيا وما زال ذاك النور من عهد آدم وما زال من عهد آدم ينير به الله العصور الخوالية فوفي ظهور الطيبين يصونه وديعة سر صار بطون طيبات بحمله ليحمل فرعا بالسيادة زاكيا وزن الله خلائق كلهم فألقاه فيهم راجحا الوزن كوافيا لقد كان ميمون الخطابي شاعرا فحلا بلغ النهاية في متانة الشعر وقوته كأنما ينحت الكلام من صخر ويفرغه في قالب الإجادة والإتقان ثم يخرجه وقد تحول إلى صور شعرية عالية النظم والتركيب. من أشهر آثاره الشعرية قصيدته الفريدة اليائية المشهورة التي مدح بها المصطفى عليه الصلاة والسلام مشيرا فيها إلى جملة من مناقبه الربانية ومآثره العرفانية وآياته الباهرة ومعجزاته الظاهرة ومشيدا بخصاله الحميدة وخصائصه ومعجزاته المجيدة وأعظمها القرآن الكريم الذي أنزل عليه. وقد ذكرها العلامة المقري التلمساني في كتابه نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب. توفي سنة 637 هجرية بالرباط ودفن بسلا ويعرف قبره الآن بسيد الخباس وتسمى به إحدى أبواب المدينة.
وما كتبت يمناه قط صحيفة. وما كتبت يمناه قط صحيفة ولا رؤي يوما للصحائف تالية عليه سلام الله ما زال رائحا عليه سلام الله عليه سلام الله ما زال رائحا عليه مدى الأيام منا وغاديا عليه له لما دعا به وأدنه منه بعدما كان نائيا آياته جلت من العد كثرة فما تبلغ الأقوال منها تالية.